مع انطلاق السنة الجديدة دخلت مجموعة من الأغاني العربية والعالمية في المنافسة بتوب تشارت على أنغامي، والبداية مع أغنية سينجل عمرو دياب التي تصدرت توب تشارت في قائمة الأغاني العربية، واللي كان أطلقها حصريا على أنغامي مع بداية العام الجديد، ولهلا صارت محققة 1.7 مليون استماع على أنغامي. وعمرو دياب هذا الأسبوع مسيطر على التشارت، فغير المرتبة الأولى التي احتلتها أغنية سينجل، عنده كمان أغنيتين احتلوا المرتبة الثانية والرابعة كمان أطلقهم حصرياً عبر أنغامي، وهم أغنية ما تيجن فوك التي لحد الآن صارت محققة 1.9 مليون استماع، وأغنية مضحوك علينا التي تعتبر من أحدث إصداراته بالمرتبة الرابعة وصارت محققة لهلا حوالي مليون استماع. أما بالمرتبة الثالثة لهذا الأسبوع معنا أغنية محمد سعيد بعنوان قالوا عليكي، وكتبقى أغنية البخت لواكس ضمن المنافسة من السنة الماضية، وهذا الأسبوع هي بالمرتبة الخامسة في توب تشارتس قائمة الأغاني العربية. وبننتقل هلا لتوب تشارتس في قائمة الأغاني الانترناشنال. تخيلوا أن هناك 3 أغاني لساتهم بالمنافسة من أسابيع عديدة من السنة الماضية، وهم أغنية كالم داون لسيلينا غوميز وريما لبعضها بالمرتبة الأولى، وأغنية أنهولي لسام سميث أند كيم بيتراس بالمرتبة الرابعة، وأغنية Another Love لتوم أودل بالمرتبة الخامسة. يعني ما بدهم يطلعوا من المنافسة أبداً. أما بالمرتبة الثانية فعندنا نيو إنتري مع أغنية كريبين لمترو بومين The Weeknd and 21 Savage. بالمرتبة الثالثة معنا أغنية إسكابيزم لراي أند 070 Shake. وهذه كانت توب تشارتس من أنغامي لهذا الأسبوع.